الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، ترتيب ونتائج، احصائيات وارقام، جدول مباريات اقوى الانديه السوريه، الاتحاد، القلعه الحمراء، حطين، الحوت الازرق، تشرين، البحاره، الكرامه، نصر الازرق، كل هذا واكثر على قناه نادي الاتحاد. تابعونا. السلام عليكم متابعين قناه نادي الاتحاد. ترتيب هدافي الدوري السوري الممتاز، احصائيات وارقام الجولة التاسعة، كل هالتفاصيل ان شاء الله وتعالى راح نحكي بهذا الفيديو، فضلا وليس امرا حطونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. كثيرين الناس طلبوا مني جدول ترتيب الهدافين، بهذا الفيديو ان شاء الله وتعالى مثل ما حكيت راح نشوف ترتيب الهدافين للدوري السوري الممتاز بعد انتهاء الجولة التاسعة، وكمان في شوية اخبار عن الدوري السوري الممتاز. ترتيب اول هداف في الدوري السوري الممتاز محمد مرمور لاعب نادي تشرين، عنده 6 اهداف، يعني عم شوف محمد المرمور عم بيقدم مستوى رائع مع نادي تشرين، كل مباراة تقريبا عم بسجل اهداف او عم بيصنع هدف، وبالتوفيق للكابتن محمد مرمور ان شاء الله وتعالى المستقبل قدامه طويل. ثاني هدف في الدوري السوري بعد انتهاء الجولة التاسعة محمد الواكد برصيد 6 اهداف، وشفنا بالموسم الماضي الكابتن محمد الواكد كان هداف الدوري السوري ب 29 اهداف، ورغم ان نادي الجيش بداية الدوري تعرض للانتكاسات وحاليا رجع لسكة صحيحة، 4 انتصارات بقيادة الكابتن رأفت محمد، محمد الواكد سجل سوبر هاتريك على نادي الجزيرة، بالتوفيق ان شاء الله للكابتن محمد الواكد وايضا لنادي الجيش. وفي المركز الثالث اللاعب عبد الرحمن بركات لاعب نادي الوحدة، عنده 5 اهداف، وكمان عم نشوف عبد الرحمن بركات عم يتألق مع منتخب الاولمبي السوري واخذ جائزة افضل لاعب في دورة الصين الاخيرة اللي اقيمت في بكين، وكمان الكابتن عبد الرحمن بركات عم يقدم مستوى رائع مع نادي الوحدة، طبعا بنذكر هو سجل هدف الافتتاح على نادي الاتحاد في قمة مباراة الاسبوع التاسع، وبالتوفيق ان شاء الله اللاعب عبد الرحمن بركات، كمان ان شاء الله وتعالى المستقبل امامه هذا اللاعب. واما المركز الرابع اللاعب محمد زينو لاعب نادي الطليعة، عنده 4 اهداف، واذا ما حكينا عن لاعب محمد زينو واحد من اسماء الدوري السوري المميزة، لاعب محمد زينو رغم انه كبر بالعمر ولكن لسه عم يقدم اداء رائع مع نادي الطليعة، بالتوفيق ان شاء الله في قادمة الايام لهذا اللاعب المميز. وفي المركز الخامس لاعب نادي حطين مارديك مارديكيان، كمان عنده 4 اهداف، وبالتوفيق ان شاء الله للاعب مارديك مارديكيان، اسم من اسماء السورية المميزة. وفي المركز الثالث اللاعب المخضرم عبد الرزاق الحسين، عنده 4 اهداف، لاعب نادي حطين، وكمان الكابتن عبد الرزاق حسين رجع من رحلة احترافية حاليا مستقر بنادي حطين. وفي المركز السابع أنس بوطة لاعب نادي الاتحاد، عنده 4 أهداف، وإذا ما حكينا على اللاعب أنس بوطة واحد من أسماء المميزة كمان بالدوري السوري بهذا الموسم، عم يقدم أداء رائع مع نادي الاتحاد، وبالتوفيق إن شاء الله لهذا اللاعب. وفي المركز الثامن لاعب ورد السلامي، كمان عنده 4 أهداف، ومن بعد مركز الثامن عم شوف عبد الله نجار، احمد الاشقر، باسل مصطفى، كل واحد عنده 3 اهداف، برهان صهيوني وماهر دعبور كمان كل واحد عنده 3 اهداف، محمد قلفاط لاعب نادي النوعير كمان عنده 3 اهداف، وهدول ترتيب هدافي الدوري السوري بعد انتهاء الاسبوع التاسع. وراح نشوف بعض الارقام بالاسبوع التاسع، محمد كامل الكوايه لاعب نادي شرطه سجل اول هاتريك له بهذا الموسم ومسيرته الكرويه، ولاعب محمد كامل الكوايه ايضا من النجوم الصاعده، بالتوفيق ان شاء الله لهذا اللاعب. المدرب رأفت محمد بعد استلامه زمام امور نادي الجيش لعب 5 مباريات، حقق 4 فوز وتعادل 1 وسجل 11 الهدف، يعني في بداية الدوري وأظل كان مستلم طارق جبان قيادة نادي الجيش، كان وضع الجيش تعبان ولكن كان عنده أداؤه مميز، كان فريق الجيش، والتوفيق إن شاء الله لفريق الجيش بقادمات الأيام.
نادي الفتوه اعلن على صفحته الرسميه على الفيسبوك تعيين المدرب احمد الصالح ليكون مدربا لفريق الاول للرجال خلفا للمدرب عبد الفتاح فارس بعد خسارته الكبيره امام نادي الكرامه بالاسبوع التاسع. بالتوفيق ان شاء الله الكابتن احمد صالح. طبعا احمد الصالح كان مدرب سابق لفريق الجزيره. نادي حطين قدم كتاب رسمي للاتحاد السوري لكرة القدم بيعترض على نزول المدرب فريق الجيش على أرضية ملعب قبل انتهاء المباراة، وعلما مدرب فريق الجيش رأفت محمد كان معاقب بالأسبوع الثامن، ومنذكر بالأسبوع التاسع خسر فريق حطين أمام الجيش 2-1. وبالجولة التاسعة كان في 6 ركلات جزاء محققة. وهدول شوية أخبار عن الدوري السوري وأيضا ترتيب هدافين الدوري. بنذكر يوم الثانيين بتاريخ 22/12/2019 ستقام مباراة مؤجلة بين نادي الكرامة وضيفه نادي الجزيرة، المباراة من حساب الأسبوع الأول، وعن أجلت هالمباراة بسبب عدم جهوز الملعب حمص البلدي. وبنذكر بأسبوع العاشر رح تنطلق إن شاء الله تعالى نهار الخميس رح تكون في مباراة بين الطليعة وضيفه نادي الجيش، مباراة منقولة اتحاديا على ملعب حمص البلدي من دون جمهور، وباقي المباريات ان شاء الله تعالى رح تنطلق يوم الجمعة بتاريخ 27/12/2019. رح نعمل فيديو خصوصي عن الجولة العاشرة، لأن بعد الجولة العاشرة رح يتم تأجيل الدوري لبما يعود منتخبنا الأولمبي من نهائيات آسيا لتحت 23 عام. وهذا اللي حبيت أخبركم. إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك واشتركوا القناة وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم متابعين قناة نادي الاتحاد. الدوري السوري ممتاز بكرة القدم، ترتيب ونتائج، أحصائيات وأرقام، جدول مباريات، أقوى الأندية السورية، الاتحاد، القلعة الحمراء، حطين، الحوت الأزرق، تشرين، البحارة، الكرامة، نصر الأزرق، كل هذا وأكثر على قناة نادي الاتحاد. تابعونا.